خلينا ناخد معانا على تليفون استاذ محمد عز العرب، خبير الشؤون العربيه بمركز الدكتور محمد عز العرب، انا اسف، خبير الشؤون العربيه بمركز الاهرام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف. اهلا وسهلا بحضرتك، وحشنا قد الدنيا يا دكتور. وانت والله، وانت هنتقابل قريبا ان شاء الله. يا رب نتقابل على خير. تخيل بقى نتقابل مثلا مع انطلاق مباحثات السلام على سبيل المثال للحصر، يعني لعله خير. دكتور، كيف ترى وقف اطلاق النار او قل الهدنة الانسانية مع، مش عايز اسميها صفقة، ولكن اتفاق تبادل الاسرى والمحتجزين من الجانبين، ثم سيناريوهات ما بعد الهدنة؟ يعني هو من الواضح ان الاطراف بتتحارب لتتفاوض، بمعنى ان الحرب هي شكل من اشكال السياسة بشكل او باخر. بمعنى ان منذ اليوم الاول لهجمات حماس المفاجأة بالنسبة لإسرائيل، وهناك تصور لدى الطرفين عند لحظة معينة سوف يتم الجلوس للتفاوض عبر وسطاء للتهدئة والتوصل إلى صفقة ما بوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، ثم وقف إطلاق النار بشكل دائم. اللي عايز أقوله أستاذ يوسف إن الجهود اللي بذلتها القاهرة بالتعاون مع الدوحة وبتشاور مع واشنطن أسفرت يعني خلال الساعات القليلة الماضية عن وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت لمدة 4 أيام من الطرفين. أنا شايف إن ده ربما وفقا لأحد السيناريوهات يمثل نواة لوقف إطلاق النار بشكل دائم. يعني ربما البعض بيتساءل إيه أهمية وقف إطلاق النار في هذا التوقيت. من وجهة نظري هناك عدة دواعي، يعني وخاصة بالنسبة للجانب الفلسطيني، لأن هناك أصوات داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك أصوات داخل إسرائيل ترى أن ذلك يمثل انتصارا لحماس على إسرائيل، لأن كل طرف بيشوف حسابات الانتصار وحسابات الهزيمة وفقا لتصور. من وجهة نظري بيمثل أولا محاولة لالتقاط الأنفاس بالنسبة، مش هتكلم على بالنسبة لحماس، بالنسبة للجانب الفلسطيني، خاصة وأن من الواضح أن ما حدث وما جرى على مدى 47 يوما الماضية كان يعني إرهاقا على الداخل الفلسطيني بشكل كبير، كما حضرتك شفت المستوى الهجوم الهمجي من جانب إسرائيل، يعني تدمير البنية التحتية، محاولة لاستهداف المدنيين، استهداف المستشفيات والمدارس، كما لو إنها ليست حرب إسرائيل على حركة حماس، هذه حرب بنيامين نتنياهو على قطاع غزة. وبالتالي الجزء الأول وهو التقاط الأنفاس بالنسبة للجانب الفلسطيني، حتى بالنسبة للنازحين أو المدنيين اللي هو اللي عايز يبتدي يتحرك من غزة لمنطقة أخرى، إن هو حتى خرج من غزة وراح منطقة تانية لكن عايز يطمن على بيته وأسرته التي لن يصابها ضرر مثلا. وبالتالي ده الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي التفكير فيما هو قادم، يعني شوية التفكير خلال مراحل سكوت المدافع غير التفكير ما بعد سكوت المدافع، لأنك وانت بتحارب طبعا بتبقى مضغوط، الجزء العصبي والبعد الانفعالي بتاعك بيبقى مشتد بدرجة كبيرة، غير لما تبتدي تفكر بشكل هادئ نسبيا مقارنة بال 47 يوم الماضية. الجزء الثالث ادخال دعم، يعني وده اللي كان بتفكر فيه مصر بقى بشكل كبير
ان اليوم الاول ادخال مئات الشاحنات الخاصه بالمساعدات الانسانيه والاغاثيه والطبيه والوقود. ده هنا بقى استاذ يوسف الى كل مناطق قطاع غزه يعني شمالا وجنوبا. النقطه المهمه اللي هنا بنتكلم حوالين تبادل المدنيين. يعني هناك اهميه لان احنا بنتكلم لم يتم الافراج عن عسكريين من الجانب المحتجزين او الاسرى لدى حماس، احنا بنتكلم حوالين تبادل المدنيين من الجانبين وخاصه بالنسبه للنساء والاطفال مما هم اقل من سن 19 عام، مع الاخذ في الاعتبار ان واحد يعني واحد اسرائيلي قدام يعني واحده اسرائيليه قدامها ثلاثه من العنصر الفلسطيني. هنا زي ما حضرتك عارف ان 50 من الجانب الاسرائيلي في مقابل 150 من الجانب الفلسطيني. الاكثر اهميه من ذلك من وجهه نظري وهي اللي احنا بنتكلم عن الخروج بقى شويه نسبيا من حاله الحرب للتفكير في حاله التهدئه، مش عايز اقول السلام لان دي ربما مرحله مبكره، لكن تخلينا نفكر فيها وده مهم لان الاطراف ما بتقدرش تتحارب طوال الوقت وانما بتتحارب لبعض الوقت، واللي يفترض ان هي تبقى في اتجاه سلام لطول الوقت، لكن احنا نتيجه ان احنا ازاء حكومه يمينيه متطرفه طوال الوقت منذ اليوم الاول لها لتشكيلها في ديسمبر 2022 وهي كان التوجه الحاكم ليها هو محاوله تصفيه القضيه الفلسطينيه، بل محاوله لتصفيه تلك القضيه على حساب دول الجوار الجغرافي، وهو ما اشار اليه السيد الرئيس السيسي بان محاولات ذلك لن تتم على حساب دول الجوار، سواء بمحاولات الازاحه عبر تنفيذ مخطط قطيم قايم على تهجير الفلسطينيين، مش زي ما حضرتك عارف يا استاذ يوسف مش مرتبط فقط قاطني قطاع غزه يخشوا سيناء، وانما تكرار ذلك بالنسبه لقطين الضفه الغربيه لدخول عمان في الاردن. وبالتالي انا اعتقد ان الجهود المصريه القطريه اللي هي كما تعلم حضرتك ان كان في اطراف فلسطينيه من جانب حماس واطراف من بعض الاجهزه المعنيه داخل اسرائيل زارت القاهره خلال الايام الماضيه، وكان الشاغل المصري وقولها ثالث مره الشاغل المصري هو كيف يمكن احداث تهدئه لصالح الداخل الفلسطيني في المقام الاول. صحيح، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد عز العرب خبير الشؤون العربيه بمركز الاهرام، وانا على انتظار الوعد ان احنا نتقابل في البرنامج لانه مهم جدا خلال 4 ايام من الهدنه ان احنا نتناقش بشكل اكثر تفصيلا.